السلام عليكم بنات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وبصحه جيده. مبروك عيدكم، تعيدوا وتعودوا ان شاء الله بصحه وسلامه وبطول العمر باش كتمنوا. نبداو ان شاء الله. هادو هما الالوان اللي استعملت في جلابه بوان دو كروا، جوج ديال الالوان. خدمت بهاد تيركواز حرير مبروم، برمتو على ثلاثه ديال الشعرات المجموع سته، وخدمت بالصمباطو اللون برتقالي. اللون برتقالي يعني اللون ديال الجلابه باش غنخدم نيت. حتى هو برمتو على ثلاثه ديال الشعرات المجموع سته، نفس العدد ديال الشعرات باش برمت الخيط. برمت الصم تقريبا نفس السمك. وهذه هي الرشمه اللي غادي نطبقوا ان شاء الله. ها هي كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي الرشمه. خرجتها عند المكتبه، خرجتها كولور باش يبانوا لي مزيان الالوان. ها هو الخيط كيف كيجي. نتوما البنات هنا غادي نبدا الغرزه، ماشي بوان دو كروا هذا، يعني غرزه ديال الزموري. هنا درت الكروه الاولى، يعني كنخرج الخيط في واحد العين وكنجي للعين اللي قبالتها عاد كندخلو. دخلته وخرجت عاوتاني قبالت العين فاش دخل الخيط المره الاولى. هنا كننقص جوج ديال العيون وكنخرج عاود في العين اللي قبالته. صافي، وغادي نمشي على هذه الطريقه. نتمنى يكون الفيديو واضح. صافي البنات، هنا يعني هانتوما واحد الجهه كنقص جوج ديال العيون، واحد الجهه عين وحده. في الاخير تنحصل على واحد الشكل زوين كيجي بحال واحد الضفيره، يعني جاي بحال غرزه الظل، بحال غرزه الظل في الرباطي كتجي هكا، ولكن صغيره وحلوه هكا. صافي، وغادي نمشي على هاد الطريقه حتى غادي نسالي، يعني غادي تهبط على حسب الطول ديال الرشمه كامل، تهبط 40 سنتيم. صافي، وغنبقى على هذه الطريقه حتى غادي نسالي هاد الغرزه هادي. نتوما يعني حيت غادي يسالي لي الخيط، غنركب خيط اخر ونكمل فين حبست الطرز ديالي. صافي، على هذا الشكل هذا. بقى غادي حتى غتكمل. هنا البنات سمحوا لي، كان كيسحب لي راه تليفون تيصور وما كنتش باركه على الفيديو. هنا سالي لي الخيط ديال التيركواز اللون الثاني، غادي ندخل غير في دوك الغرز اللي تكونوا. كيف ما كتشوفوا ما كنعقدش الخيط، غندخل في الغرز اللي تكونوا ليا وغادي نقطع الخيط. عاوتاني نجيب خيط جديد وندير نفس الشيء، ندخل في الغرز اللي كانوا تكونوا. صافي، ونقطع هذاك الشيء اللي شايط، وغادي نمشي نخدم فوق هاد، يعني هذوك الخيوط اللي دخلوا تحت دوك الغرز غادي نرجع فوقهم، يعني غادي نرجع فهاد الغرز اللي تكونوا ليا ديال بوان دو كروا نعمرهم، يعني داك الخيط كيزيرهم. صافي، ما كنحتاجش نعقد بوان دو كروا، كنحتاجش نعقد الخيط نهائيا. صافي، باش هكا تبقى كيبقى لينا الظهر ديال الخدمه، تبقى الظهر زوين، يعني ما كيكونش عامر بقوه العقاد ولا. صافي، وغادي نمشي. نتوما كيف ما كتشوفوا غادي نهبط، بقيت نعمر على هذا الشكل. صافي، وعندنا ستة ديال الغرز ما بين رشمه ورشمه خاويين فهداك الخط اللي غادي بوحدو. يعني دابا غادي نعمر هادي فيها لتحت ثلاثة، غنعمر وغادي نهبط نكمل هاد التيركواز. غادي نحسب، يعني ديما غادي تشوفوا رشمه وغادي تحسبوا داكشي اللي كاين في الرشمه غتطبقوه، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه.
كيف ما محطوطه الرشمه غادي تطبقوها. المشكل اللي كاين في هاد بوان دو كروا هو الحساب، الا ما حسبتوش الا زقلتو الحساب ما غاديش تضبطوا الخدمه ديالكم. دابا غادي نخدم هاد يعني هاد التشكيله هاد، نطبق معاكم هاد الليبه هادي اللي كاينه الفوق الرشمه، نخدمها بالصم اورانج اللون ديال الجلابه. هانتوما غنبدا نحسب معاكم ونطبق. انا غنجي لهاد الجنب غادي نخدم هاد الدوره هادي الاولى، نخدمها كيف ما كتشوفوا كنحسب، بعد كنجي نخدم. هنا راني ديجا خدمت هادوك الاولين. هانتوما البنات احنا غادي نبدا نطبق من هاد الجهه، يعني غنخلي واحد الغرزه واحد العين خاويه ما بين هذاك الرشمه اللي خدمت بالتركواز، وهاد غادي نبدا نخدم ثلاثه افقيا، نخدم ثلاثه هكا، وهذا نولي نهبط عموديا بجوج، ثلاثة. انا عاود نحسب، هانتوما كنتاكد ديما من الحساب ديالي، كنتاكد شحال كاينه من غرزه عاد كنخدم. دابا غنخدم هادوك الجوج فوقانيين صافي، نخدم هكا، نخدم هادوك الجوج الفوقانيين، كنعاود ندخل لتحت، يعني غادي ندير ديك الغرزه اللي جايه لداخل الداخل ديال الدوره، غنخدمها هي نعمرها وغادي ندور ندير الغرزه اللي فوقها حتى هي جايه في سطر بوحدها هكا باش تشكل لي ديك الدوره صافي. وغادي نكمل على الخدمه ديالي هكذا صافي البنات صافي. غادي نكمل غادي نعمرهم وغادي نرجع نعاود نحسب الرشمه ديالي كيف ما هي محطوطه، نحسبها ونكمل على الخدمه ديالي. انتما كندورو هكا وتنبقوا غاديين حتى كتسالي لنا الرشمه كامله. انتما هنايا زربت الفيديو حيت كنظن واقيلا راه واضح، هانتوما كنبقى غادا كنطبق داكشي اللي عندي في الصوره قدامي كنطبقو، يعني غادي ندير هادوك الاضلاع ونبقى غادا تنطبق تنحسب. عندي هنا 4 ديال الاضلاع، تنرجع بثلاثة وغادي ندخل بوحدة قدام باش يجيني داك الشكل بحال واحد الهرم صغير، وغنبقى غادي على هاد الطريقة هادي. نديرو هادوك الودينات اللي كاينين الفوق، هنا غنحسب 4 ديال الغرز وغادي ندور بوحده هكا، غنهبط بوحده في السطر الثاني وغادي نرجع عاوتاني نعمرهم صافي. غادي نبقى هذا داكشي اللي عندكم في الرشمه، ديروا وحده خاويه ونطلعوا عاوتاني وحده ثلاثه ديال الغرز. قلت لكم داكشي اللي عندكم في الرشمه يتطبق وما تزكلوش الحساب، يعني الحساب هو اللي ما خصوش يتسكل. هنا كاين 5 ديال الغرز، غادي نعمر هادي وغندير واحد الغرزه في الجنب مع غرزة الرابعه، غادي يكونوا جوج صافي باش يعطيو دوك الودينات وداك الشكل الهندسي. فنبقى غادا نفس الغرزه نفس الشكل قدامه هكا، ونبقى غاديه دوك اللي ما غاديش يمكن ليا نرجع فيهم نعمرهم، كنرجع في البلاصه كنعمرهم صافي. وتبقى ليا غير داك الخط الاول، يعني كنرجع فيه حيت كنسالي الرشمه ديالي، كنسالي الحساب وكنتاكد بان الحساب راه عندي صحيح. يعني حساب باش تعرفي عندك صحيح ما غادي يجيك حتى ديكالاج وحتى خطا، حتى خطا ما غادي تلقيه في الرشمه صافي البنات. يعني داكشي اللي خدمت قبيله معكم في الاول تيتعاود هنايا صافي. نبقى غادا على هذا الشكل هذا
هانتوما حتى غادي تكمل لي الرشمه ديالي. راه ساهله، اسهل ما يكون هو الطرز ديال البوان دو كروا، هو سهل على الفاسي حيت ما غاديش، هو ما عندوش الظهر بحال الوجه، يعني واخا يكونوا اخطاء في الظهر ولا ماشي مشكل، غير الوجه خاص يكونوا الغرز ديالنا مقادين. هانتوما كيف ما كتشوفوا بالنسبه للخيط راني ما عقدتوش، شو الصم كيفاش درت ليه، دخلت تحت دوك الغرز اللي تكونوا اللي باقي ما رجعتش فيهم، ماشي الغرز اللي خدمهم كاملين، يعني دوك الشريطات اللي مازال معودتش عليهم، معودتش عمرتهم صافي. وغادي نمشي على هذا الشكل هذا حتى غنسالي، انا كنعمره حيت نعمرها غادي ندخل الوسط ديال هذيك الرشيمه ديال التركواز وغنعمرها حتى هي. ثم انا راجعه في هذوك الغرز اللي تكونوا ليا كاملين صافي، وغنبقى غاديه في هابطه في الرشمه حتى غتسالي ليا، حتى غتسالي يسالي الحساب كامل. البنات اللي عجبها الفيديو ولقات طريقه الشرح ديالي واضحه، ما تبخلش عليا بجيم والاشتراك والبارطاج، الى فيديو قادم ان شاء الله.